بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. موضوع المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم على السبرماتيك كورد والإنجوينال هيرنيا والإنجوينال تريانجل. ده ليرنينج اوبجكتيفز بتاعت المحاضرة ودي الكونتنس بتاعت المحاضرة بتاعت النهاردة. اول حاجه السبرماتيك كورد. ما هو السبرماتيك كورد؟ زي ما انتم شايفين ده الابينيوروسيس بتاع الاكسترنال اوبليك، ولاقيه نازل من الابينيوروسيس بتاع الاكسترنال اوبليك ده رينج اسمها السوبرفيشال انجواينال رينج، ولاقي اللي موجود عندي ده اسمه السبرماتيك كورد. زي ما انتم شايفين اهو ده السبرماتيك كورد هنا متقشر عامل زي حبه الفول السوداني قشرتها، واللي موجوده تحت دي التستس، وده طبعا موجود هو البينس. فدي صورة للسبرماتيك كورد اللي بيسموه الحبل المنوي. ما هو السبرماتيك كورد؟ السبرماتيك كورد يا ولاد هو جروب اوف ستراكشر دراجد باي ذا سيند اوف ذا تستس. زي ما اتفقنا مع بعضنا ان التستس موجوده في البوستيريور كابينال وول. وكان في ستراكشر اسمه جابرناكيلوم، كلام اللي هو المرشد يعني، فقعد بيشد التستس قعد بيشد التستس قعد بيشد التستس لغايه ما وصلها للسكوت. فالتستس وهي نازله شدت معاها جروب اوف ستراكشر. ايه الجروب اوف ستراكشرز اللي هي شدتها معاها؟ ارتري وفين ونيرف ولمفاتكس، حاجات من هذا القبيل. فمجموعه الحاجات دي مع بعضيها بسميها سبرماتيك كورد. يبقى السبرماتيك كورد هي جروب اوف ستراكشر دراجد باي ذا سنت اوف ذا تستس. ومره ثانيه يمكن كنت قلت المعلومه دي قبل كده باكد عليها ان دي من اعجازات القران الكريم العديده طبعا. وانا في مره من 3 سنين عملت محاضره كبيره قوي عن الاعجاز اللي هو الجنيني في القران، يمكن ان شاء الله باذن الله نعملها بقى اونلاين ليكم يعني لو عايزين تسمعوها. اختصار الموضوع ان الله عز وجل لما قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، قلنا الصلب والترائب، الصلب اللي هي الفيرتبرال كولم، الترائب يعني حاجات بتشبه بعضيها يوصف بها الريبس، يعني الحيوانات المنويه بتخرج ما بين الريبس والفيرتبرال كولم، ما بين الريبس والفيرتبرال كولم دي الابدومين، وده هي الحيوانات المنويه بتخرج من هذا المكان. لان التستس كان اصلها هنا، وكل حاجه مكونات التستس بتيجي من هنا، الارتري والفين والنيرف والليمفاتكس، عامل زي ما يكون مثلا عاملين مصنع هنا في السعوديه، بس المصنع ده بنستورد كل الخامات من بره، يبقى احنا ما بنقولش احنا بنصنع في السعوديه، ده احنا الخامات ادمجيه من بره، يبقى الحاجه بتتجمع بس، مثلا فور اكزامبل في السعوديه او في مصر او وات ايفر يعني، لكن يوم ما يكون الواحد بيخلق الحاجه بيور كويس كل حاجه يبقى ساعتها بقى يبقى التصنيع بتاعنا يبقى موجود في السكروتم، لكن هو ده مش بالنسبه للتستس مش كده. يبقى باختصار يبقى كل حاجه تبع الحيوانات المنويه جايه ما بين الصلب والترائب. يبقى باختصار نرجع لكلامنا، يبقى السبرماتيك كورد هي جروب اوف ستراكشر دراجد باي ذا سنت اوف ذا تيسس. السايت بتاعها موجوده في مكانين يا ولاد. الحته الاولانيه ده اسمها انجواينال كانال، والحته الثانيه سكروتم. قبل الديب رينج مفيش حاجه اسمها سبرماتيك كورد. يعني لو انا دخلت لقطه حته بس بعد الديب رينج في الابدو من جوه مفيش حاجه اسمها انجواينال، مفيش حاجه اسمها سبرماتيك كورد. البدايه الحقيقيه بتاعت السبرماتيك كورد عند الديب رينج. بعد السبرماتيك كورد يبقى موجود في حتتين، موجود في الانجواينال كانال وموجود في السكروتا. يا ترى ايه الكفرنجز بتاعت السبرماتيك كورد؟ ان شورت يا اولاد في الحقيقه ان التستس لما جت تنزل لقت العقبات الاتيه. ايه العقبات اللي هي لقيتها؟ نمره واحد لقت الفاشيا ترانسفيرزالس، وبعدين لقيت الانترنال اوبليك وترانسفيرسس، وبعدين لقيت الاكسترنال اوبليك ابنيروس. عملت ايه؟ فانا قلت لكم كده القصه اللي انا قلتها لكم قبل كده، خرمت الفاشيا ترانسفيرسس وعملت لي رينج اسمه ديب انجواينال رينج، وبعدين نزلت تحت الانترنال اوبليك وترانسفيرسس ابدومينس، وبعدين خرمت الاكسترنال اوبليك ابنيروسس وعملت لي رينج اسمه سوبرفيشال انجواينال رينج. الكلام ده انا شرحته، لكن هي الحاجه هي ما عملتش كده يا ولاد. امال هي عملت ايه؟ هي لما جت عند الفاشيا ترانسفيرسال زقتها قدامها مش خرمتها. فلما زقتها قدامها مش خرمتها هي ما عملتلهاش بيرسينج، عملت لها بوشنج.
فلما زقتها قدامها راحت واخده اللون الاخضر ده يا ولاد، بسميها internal spermatic fascia. يبقى الانترنال سبرماتيك فاشيا دي، لو حد فيكم قاعد بيعلم ورايا، الانترنال سبرماتيك فاشيا دي درايفد منين؟ من كلمه الفاشيا ترانسفيرسالس. بليز وانتوا بتذاكروا تعملوا هايلايتنج على الكلمه دي، واللي مش هيعمل هايلايتنج عليها هنزل له ريفيجن، بس هيبقى كلمه ورد غطاها. بعد كده التستس عدت لقدام لقيت الانترنال اوبليك. في الحقيقه هي ما عدتش من تحتيها، هي مره ثانيه زقت الانترنال اوبليك فسحبت معاها ماسل، سميتها كري ماستيريك ماسل. يبقى عندنا هنا سحبت معاها جزء من الانترنال اوبليك، سميتها كري ماستيريك ماسل. وتالت حاجه وصلت للاكسترنال اوبليك ابينيروسس، في الحقيقه برضك ما خرمتوش، هي زقته قدامه فسحبت معاها فاشيا اسمها اكسترنال سبرماتيك فاشيا. يبقى لو ركزنا اللون الاخضر الاولاني ده اسمه يا اولاد انترنال سبرماتيك فاشيا. دي جايه منين؟ جايه من الفاشيا ترانسفيرسالس. اتنين، اللون اللي هو البيبي بلو ده، ده الجزء اللي زقته معاها من الانترنال اوبليك، اسمه ايه؟ كريماستريك ماسل. لو انتوا تفتكروا محاضره اللي هي الانتير ابدومينال وول، كنت بعلمكم في الانترنال اوبليك كلمتين، اقول لكم في حاجه اسمها كريماستريك ماسل وفي حاجه اسمها كونجوينت تندون. اطلعوا من الانترنال اوبليك يا اولاد بالكلمتين دول، كريماستريك ماسل كونجوينت تندون. بعد كده طلعت لقدام زقت قدامها الاكسترنال اوبليك ابينيوروسيس وعملت فشل اسمها اكسترنال سبرماتيك فشل. الحته دي بتيجي يا اولاد فيها اسئله ام سي كيو بالهبل بالهبل. يبقى لما حد يقول لي كلمه انترنال سبرماتيك فاشيا اول ما اسمعها يبقى درايفد منين؟ جايه منين؟ جايه من الفشل الترانسفيرسالس. طب وكل الكلام اللي موجود حواليه ده تحشو حديث بس. طب الكريم ماستريك ماسل جايه منين؟ جايه من الانترنال اوبليك يا اولاد. الانسان الشاطر في المذاكره ما يقعدش يقرا كل حاجه، يعمل هايلايتنج بس على كلمتين ثلاثه في السطر عشان يلقط بيها المعلومات، كتر الكلام ينسي بعضه بعض. الاكسترنال سبرماتيك فاشيا جايه منين؟ جايه من الاكسبليك ابينيوروسس. يبقى ما هي الكفرنج بتاع السبرماتيك كورد؟ دايما يا اولاد تفتكروا ابن الكلب كلب. يعني ايه؟ مش شتيمه. يعني الفاشيا جايه من فاشيا والماسل جايه من ماسل والفاشيا الاخرانيه برضه جايه من فاشيا. ما هو الابينيوروسس يعتبر نوع من انواع الفاشيا from histological point of view collagenous tissue. يبقى الانترنال سبرماتيك فاشيا يا اولاد جايه من فاشيا ترانسفيرسالس. اتنين، الكريم استيريك ماسل جايه من ماسل انترنال اوبليك. ابن الكلب كلب، الماسل هتيجي من ماسل، الفاشيا هتيجي من فاشيا. الاكسترنال سبرماتيك فاشيا هي من الاكسترنال اوبليك ابينيروس، ودايما تفتكروا الاكسترنال اكسترنال، الاكسترنال سبرماتيك فاشيا جاي من الاكسترنال اوبليك ابينيروس. يبقى دي اسمها الكفرنس اوف سبرماتيك كورد. شايفين اهو اللون الاصفر ده، ده الانترنال سبرماتيك فاشيا جايه من الفاشيا البرزات. واللون الاسود ده، ده مش حياتنا كويس، ده الكريم استيريك ماسل جايه من الانترنال اوبليك ماسل. ثلاثة، الاكسترنال سبرماتيك فاشيا دي يا اولاد جايه من الاكسترنال اوبليك ابينيوروسس. يبقى وي هاف ثري كفرنجز، ثري كفرنج انترنال سبرماتيك فاشيا كريماستيريك ماسل اند فاشيا اكسترنال سبرماتيك فاشيا. لو انا جيت قشرت الناحيه اللي هناك يا اولاد بقى مش هنشوف الوولز او الكفرنج، امال هنشوف ايه؟ هنشوف الكونتكست. سبرماتيك كورد دايما اعرف فيه كلمتين يا اولاد، اعرف فيه اللي هو الكفرنجز واعرف فيه الكونتنتس. يبقى احنا عايزين نعرف ايه هي الكونتنتس بتاعه السبرماتيك كورد، محتويات السبرماتيك كورد. بيبقى لا شك فيه ان الكونتنتس بتاعه السبرماتيك كورد ممكن نقسمها فور سمبلستي لاربع اجزاء. نمره واحد الفاس ديفرنس والارتري بتاعه. اثنين الكريماستريك نيرفو ارتري. ثلاثة فيستيج بروسيسز فاجيناليس. أربعة الفيسلز والنيرفز اوف ذا تيسس. شوية كده. أول حاجة وأهم حاجة واللي نفسي ما حدش فيكم ينساها في الكونتنس اللي موجود عندنا، الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس اللي هو لونه أبيض يا ولاد. ما هو الفاز ديفرنس؟ هو الكينج بتاع اللي هو السبرماتيك كورد. أهم محتوى للسبرماتيك كورد
اسمه باز ديفرنس. كلمة باز يعني فيسل، وديفرنس تو كاري اواي، يعني المصطلح ده كلمة باز ديفرنس يعني تو كارينج، تو كاري السبيرمز اواي فروم تيسس، الوعاء اللي بيشيل السبيرمز اواي فروم تيسس. الحقيقة ان كلمة فيسل كلمة غير موفقة في الاختيار. كلمة باز ديفرنس يا ولاد ده كلمة غير موفقة، ابتدوا يغيروها من حوالي 50 سنة وسموه داكتس ديفرنس. للأسف الكلمة دي ما اشتهرتش قوي يعني. يبقى أول كونتنس موجود عندي الباز ديفرنس اللي هو لونه أبيض والأرتري بتاعه، أول كونتنس يبقى الباز ديفرنس والأرتري بتاعه. دي لقطة يا أولاد اللي باللون الأخضر ده اسمه الفاز ديفرنس. اللقطة دي بس يعني هي بصوا يعني اللي هو اللون الأخضر، شايفين اللون الأخضر ده أنا ماشي مع أول الحتة دي والحتة دي أهو، ده الحتتين بتوع الفاز اللي كان موجود في السبرماتيك كورد. بعد كده الحتة اللي بعد كده لا ده مش موجود في السبرماتيك كورد، زي ما قلت لكم السبرماتيك كورد نهايتها الدي بانك اللي هي الحتة دي. السبرماتيك كورد ده موجود في الانجواينال كانال وموجود في الاسكورد. يبقى أول كونتنس موجود عندي باللون الأبيض ده الفاز ديفرنس والأرتر بتاعه. تاني كونتنس موجود عندنا يا أولاد الكريماستيريك نيرف أند أرتري. الكريماستيريك نيرف وأرتري يا أولاد الأرتري بي سبلاي المصل. طب والنيرف؟ النيرف اللي اسم غريب شوية اسمه جينيتال برانش أوف جينيمورال نيرف. أنا عارف الاسم ده مش عاطفي فعلا بس مهم. لما اقول جينيتال برانش اوف جينيتال فيمورال نيرف يا اولاد معنى الكلام ده ان في برانش تاني اسمه فيمورال برانش اوف جينيتال فيمورال. انا لو خدت الاسم جينيتال فيمورال ده وقسمته لمقطعين يبقى بيدي جينيتال برانش وفيمورال برانش، جينيتال برانش وفيمورال برانش. يبقى الجينيتال فيمورال نيرف فيمورال برانش وجينيتال برانش. طب وأهمية الكلام ده إيه يا دكتور؟ يعني ليه أهمية أنت بتقوله ولا هي ثرثرة؟ ده هي مش ثرثرة يا ولاد. باختصار الموضوع ده بيتعلق بموضوع اسمه كريماستيريك ريفلكس، دايماً بنجيبه في الامتحانات. وهتلاقوا وأنا بعمل في الريفيجن هشرح الكريماستيريك ريفلكس ده وهجيب لكم على إم سي كيو. إيه الكريماستيريك ريفلكس؟ كل الفكرة بتاعته إن لو أنا لمست الثاي بتاع عيل صغير الاقي التسس يحصل لها اليفيشن يسموها كريماستيريك ريفلكس. ليه لو لمست الثاي بتاع عيل صغير يحصل اليفيشن للتسس؟ لان لو لمست الثاي بعمل اثاره ستيميوليشن للفيمورال برانش اوف جينيتال فيمورال فبيترد عليه ان الجينيتال برانش يستجيب فتلاقي المسل تعمل كونتراكشن اسمها كريماستيريك مسل فيحصل اليفيشن اوف ذا تسس. يبقى باختصار يا شباب ان فكره الكريماستيريك نيرف كاتب جنبي جينيتال برانش اوف جينيتال فيمورال ده مهم. ليه؟ علشان افكركم بموضوع اسمه كريماستيريك ريفلكس. علشان ده بتحصل غلطه كبيره قوي في الاطفال بتوع الاطفال الدكاتره بتوع الاطفال. تلاقي الدكتور بتاع الاطفال يجي يفحص عيل فيبقى ايده لسه ساقعه، يجي يعمل تاتشنج للثاي، لسه بيلمس الثاي بتاع العيل. وبعدين فيحصل الكريماستيريك ريفلكس. التسس يحصل لها اليفيشن، يجي هو يحس بقى الاسكروتم كيس الخصية ما يلاقيش التسس موجودة. فيفتكر ان العيل عنده مرض من الامراض الشهيرة في الاطفال التسس ما نزلتش. وهو الصراحة هي نزلت وزي الفل. هي الفكرة كريماستيريك ريفلكس. فالكريماستيريك ريفلكس ده ممكن يسبب للدكتور اللي هو اللي لسه صغير خطأ في التشخيص. يفتكر ان ده ما عندوش التسس ما نزلتش. يعني التسس بتبقى بتصير قدامنا الجول وتنزل. فممكن يفتكر كده اولاد. فلازم تعرفوا ان في حاجه اسمها كريماستيريك ريفلكس. لازم دكتور الاطفال قبل ما يبتدي يفحص طفل يبتدي يدفي ايديه الاول قبل ما يبتدي يعمل له تاتش. نرجع لكلامنا. تمام في الامبريولوجي يعني. متى يصير مره ثانيه؟ ما فهمتش يعني متى يصير مره ثانيه. هو اول ما الدكتور هيسيبه بعد 5 دقايق التسس هتنزل تاني عادي خالص، ما فيش مشكله يعني، ما حصلهاش حاجه يعني، ما اتزنقش في الابدومن ولا حاجه يا اولاد يعني. تالت حاجه بقى الحته دي مهمه قوي قوي. متى يصير لو لمس ايه؟ لو لمس الثاي، الثاي اللي هي يعني
الفخذ بتاع الواحد يعني، لو الدكتور لمس الثاي يبقى بيحصل الكريماستيريك ماسل تعمل كونتراكشن وتعمل الفيشن لتسس ناحيه الابدومين يعني. لو لمس الثاي، الثاي اللي هو الفخذه بتاع الواحد يعني. عندنا هنا ما تعرفوش الفخذه، الثاي 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 الفخذه. حسبي الله ونعم الوكيل. عندنا هنا الكونتنس بتاعت السبرماتيك كورد. تالت كونتنت بقى دي يا ولاد، انتوا بنات معلش. تالت كونتنت يا بنات دي بقى مهمه قوي، المعلومه دي هنبروزها في دماغنا. هنبروزها في دماغنا وهيجي عليها اسئله كتير الكلام ده. فيستيج بروسيس فاجينالس. يعني ايه كلمه فيستيج بروسيس فاجينالس؟ تعالوا نشرحها واحده واحده. ادي يا ولاد التستس اهو. اللي باللون الاخضر ده البارايتال بريتونيوم. الطبقه رقم 9 كان في الابدومين كان اسمها بارايتال بريتونيوم. التستس وهي نازله يا ولاد البارايتال بريتونيوم حطت طعم بض. البط ده اسمه بروسيسس فاجينالس. ايه؟ بروسيسس فاجينالس. طبعا انا عارف ان كل واحد على طول يبتدي يناقش يقول يا دكتور واضح ان انت دكتور كنت شارب حاجه النهارده الصبح، او لو كنت شارب شاي بلبن يعني كده لو شعر. مش اللي في دماغهم خالص يعني. لان واحد بيقول لي ديز جبل فاجينا للميل، تحت بنتكلم على ميل. ما تشربوا شاي بلبن عدل الصبح يعني. اوكي شكرا يعني. خدوا بالكم بالعافيه، الله يعافيك يا رنا، والله الواحد ما عارف كان يعمل ايه في السعوديه وفي الحياه كلها من دون وجودك يا رنا. كويس، هتلاقي دلوقتي وشها احمر بقى، استحيت استحيت. يبقى عندنا هنا فايه ايش جاب الفاجينا بالنسبه للميل بقى؟ لا خدوا بالكم ان كلمه فاجينا يعني كفر، غطا. فاجينا يعني كفر. بردون كده المصريين عندهم اكسبريشن يقولوا ايه ده مراتك ستر وغطى عليك. ايه يعني؟ يعني ايه ستر وغطى عليك؟ يعني الفاجينا بتاعت الفيميل اتسمت كده ليه يا بنات؟ لان هي بتغطي البينس في السكشوال انتركورس. لما بيحصل سكشوال انتركورس بتوين ميل وفيميل الفاجينا بتغطي البينس، من هنا جت كلمه فاجينا. فاجينا يعني كفر. اما ليه بيسموها بالعربي المهبل؟ ده بالنسبه للحبل طبعا يعني، واحنا بس مش في الموضوع ده عشان محدش يزعل. فنرجع لكلامنا. فهنا الحته دي سميناها بروسيسس فاجينالس. سميناها بروسيسس فاجينالس ليه بقى؟ لانها تعمل كفرنج للتس. يبقى فهمنا كلمه فاجينا دي جت ليه هنا في الميل؟ احنا بنتكلم على ميل. طيب بعد ما عمل الكفرنج للتس الحته اللي موجوده فوق دي يا اولاد مش محتاجها. فتحولت لفايبر تيشو اسمه فيستيج بروسيسز فاجينالس. فيستيج يعني بقايا. يبقى بصوا كده ادي التست سايه البتاع اللي هي عامله زي حرف السي شيب ده، ده اللي عمل كفرنج للتست. لكن بصوا بقى اللي لونه اسود ده اللي انا هطلعه اللي انا ماشي معاه ده، ده بقايا البروسيسز فاجينالس يا ولاد، اسمه فيستيج بروسيسز فاجينالس. يبقى تالت كونتنس موجود عندي اسمها سي بروسيسز فاجينالز. يبقى الكونتنس لغايه دلوقتي الباس ديفرنس والارتر بتاعه ده رقم واحد. كريماستيريك نيرفو ارتري ادي رقم اثنين. ثلاثه فيستيج بروسيسز فاجينالز. طبعا سديم كانت تقول يا دكتور يعني كبر مخك يعني قاعد بتشرح لنا الموضوع علشان تقول لنا في فايبرستيشن موجود اسمه فيستيج بروسيسز فاجينالز. طب انت بذمتك شفته؟ لا انا شفته الصراحه مش هكذب عليكم يعني، مش انا شفته ولا اي حد شافه يعني. موجود طبعا يعني بس حقير يعني. امال بتشرحه ليه؟ لسببين. السبب الاولاني انه ممكن ما يقفلش يا ولد. يعني خدوا بالكم بقى البرعم ده ممكن ما يقفلش. فتلاقي ان الكيس ده اللي هي الحته الصغيره اللي هتحوط التست دي مكمله مع البريتونيال كافيتي. طب يعني؟ لا ده يعني ويعني بقى البريتونيال كافيتي ده سيرس ممبرين. البريتونيوم سيرس من يا اولاد زي البلورا بريكارديوم بريتونيوم كلهم بيسموهم سيرس ممبرين. بسكريس فلويد اسمه سيرس فلويد. فالسيرس فلويد ده هيتكون من هنا عامل زي ما تكون ميه بتتعمل فبتتكون تحت. فلو الميه اتجمعت تحت يا اولاد بيطلقوا عليه كلمه كونجنتال هيدروسيل. هيجي لي طفل صغير كده وتلاقي الخصيه بتاعته السكروتم بتاعه مليان ميه زي الصوره دي يا اولاد سما كونجنتال هيدروسيل. لو الدكتور مش فاهم البرنسبل دي يا اولاد هيعالج غلط.
انا كنت اشوف زمان كده الناس اللي مش فاهمين يروح مدخل ابره ويروح شافط اللي هو السائل الموجود، تلاقي وهو العيل موجود هنا على طول في خلال دقيقه واحده، ايه ده، دي الميه راحت، كل الناس يسقفوا، الدكتور شاطر. كان اللي هيحصل بعد اسبوع هتتكون تاني طبعا، ما هو ده اسم فتحه مع البريتونيه الكافيتي يا اولاد، اسمها كونجنتال هايدروسيل، لازم لها عمليه معينه. يبقى ده اول مشكله لو البروسيسز فاجينالس ما قفلتش. خدوا بالكم، لو البروسيسز فاجينالس ما قفلتش يبقى اول مشكله تحصل حاجه اسمها كونجنتال هايدروسيل. تاني مشكله هتحصل لو كانت السكه دي اوسع شويه، خدوا بالكم ان البريتونيوم دايما مطلوب علشان يحرك الدنيا، الدنيا تتحرك. فممكن الاقي انتستين تنزل، يعني لو البروسيس فاجينالس ما قفلش ممكن انتستين تنزل، لما انتستين تتحرك في مكان غلط يبقى اسمها هيرنيا. بس دي موجوده في الانجواينال، يبقى كونجنتال انجواينال هيرنيا. يبقى بريزيستنس اوف بروسيس فاجينالس، يعني كلمه بريزيستنس استمراريه وجوده، يعني ما قفلش، ما تحولش لفيستيج بروسيس فاجينال. لو البروسيس فاجينالس يا اولاد ما قفلش، ما تحولش لفيستيج بروسيس فاجينالس، يبقى ممكن تحصل عندي مشكلتين في الطب مش مشكله واحده. لو الفتحه صغيره يبقى مجرد سائل بس هيتكون اسمها كونجنتال هيدروسيل. لو الفتحه كبيره يحصل كونجنتال انجواينال هيرني. يبقى حته البروسيس فاجينالس مهم ان احنا نفهمها، لان هيتعلق بها مرضين في الطب مش مرض واحد. بنرجع للكونتنتس بتاعتنا، يبقى الفاس ديفرنس والارتري بتاعه، الكريماستيريك نيرف وارتري، فيستيج بروسيس فاجينالس، اخر حاجه الارتري والفي نيرف والليمفاتكس اللي شدتها مع التسس او التسس اهي، شدت معاها ارتري، شدت معاها فين، شدت معاها ليمف، شدت معاها سمباثيك فايبر. يبقى الفيسلز والنيرفز اللي هي التسس بتشدها معاها وهي نازله. يا ترى ايه هي بقى؟ تعالوا نركز مع بعضينا واحده واحده. اول حاجه الارتري، الارتري بتشده من الابدومين الاورطه يا اولاد، الارتري جاي من الابدومين الاورطه، تخيلوا التستس موجوده في السكروتم بس بتشد الارتري بتاع من الابدومين الاورطه. الله عز وجل قال من ماء دافق يخرج من بين الصبي والترائب، يبقى دي اول حاجه ده الارتري. والفين، لا الفين ده يا اولاد حدوته شويه بقى، معلش يعني ركزوا بقى معايا شويه. اول ما الفينز بتتكون في سور بلكسس، شايفين اللون الازرق ده، بتتكون في سور بلكسس بيسموها بامبيني فورم بلكسس. ايه ده بامبيني فورم؟ الفينز لما بتتكون بيبقى عددهم من 4 ل 8 اسمها بامبيني فورم بلكسس، قبل ما تتحد مع بعضيها عند الديب رينج وتعمل سنجل فين اسمه تستيكولار فين. إيه وده ليه يا دكتور؟ يعني ليه ربنا ما يخلقش فين على طول طالع وواصل لغايه الابدومين؟ لا، لان في مشكله موجوده عندنا يا ولاد. اولا يعني ايه كلمه بامبيني فورم بلكسس؟ يعني عشان نبقى فاهمين كلمه بامبيني فورم، الله عز وجل بيقول في القران كذب اصحاب الايكه المرسلين، عارفين الكلام ده؟ مين اصحاب الايكه دي؟ قوم شعيب. سيدنا شعيب يا اما ارسل لقوم واحد اسمهم مدين يعني، يا اما ارسل لقومين، مدين الايكه، يعني بعض الناس يقولوا في التفسير الايكه هم مدين يعني، بعض الناس يقول لا ده هو ارسل لمدين والايكه دي كانت قريه صغيره كده موجوده جنبيها يعني. المهم يعني كلمه الايكه يعني ايه؟ اللي هو الشجر الكثير الالتفاف، يعني الشجر اللي فيه كثير الالتفاف كده اسمه الايكه، يعني البابين فورم دي عامله زي الايكه بالظبط، شجر كثير الالتفاف. ليه ربنا خلقها؟ ركزوا شويه في الصوره دي يا اولاد. الارتري وهو جاي اللي اسمه فيسيكولار ارتري جاي لغايه التستس، درجه الحراره فيه 37 ديجري سنتيجريد، درجه الحراره فيه 37 درجه. لو وصل لغايه التستس يبقى انا ما استفدتش ان انا طلعت التستس بره الجسم، انا طلعتها اصلا بره الجسم علشان محتاج ان درجه الحراره تبقى قليله. طب ازاي هقلل درجه الحراره؟ لو انتم مركزين درجه الحراره 37 ديجري سنتيجريد، عقبال ما وصلت التستس بقت 35 ديجري سنتيجريد. ليه؟ لان ربنا خلق البيز كتيره حواليه علشان تسحب درجه او درجتين من الارتري. يبقى ده
ميكانيزم مهم قوي، بس بقى تبقى تعرفوه في الفسيولوجي بالتفصيل، سموها كاونتر كارنت ميكانيزم اوف ريزيستنس. يعني ازاي قللنا درجه الحراره في الارتري من 37 اب تو 35. ربنا خلق الفينز كثيره الالتفاف حول الارتري عشان تقلل شويه من الحراره، وده بطلق عليه كلمه ايه؟ بامبيني فورم لكسس اوف فين. الموضوع ده بيتعلق بحاجه مهمه، شايفين البامبيني فورم لكسس؟ ممكن مرض يحصل يا اولاد اسمه فاريكو سيل. ايه فاريكو سيل؟ كلمه سيل يعني سوالينج، انتفاخ. فاريكو يعني فاريكوز، يعني دوالي 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 في الخصيه. كلمه فاريكو سيل اسمها دوالي في الخصيه. ايه الدوالي اللي موجود عندنا في الخصيه؟ ان البامبيني فورم بلكسس بقى دايليتد الونجيتد تورشوس، بقى دايليتد، شايفين انه هنا بقت كبيره، الونجيتد بقت ابتدت تطول، تورشوس بقت مجعده. لو البين دايليتد الونجيتد تورشوس بنسميها بامبيني فورم بلكسس اوف بين. اسمها ايه يا اولاد؟ بامبيني فورم بلكسس اوف بين، بنسميها فاريكو سيل. يبقى فاريكو سيل يبقى حصل ايه؟ يبقى البين بقى دايليتد الونجيتد. ده بيسموه في الطب ايه؟ فاريكوسيل. يعني ايه كلمه فاريكوسيل؟ قلنا يعني دوالي في الخصيه. طب والدوالي اللي بتحصل دي ممكن تحمل المشكله؟ اه ممكن تعمل مشكله، ممكن تخلي الراجل ما يخلفش يعني، او تعمل حاجه صراحه مشكله اعمق شويه، يعني بيسموها بريماتشور ايجاكيوليشن. يعني ايه؟ يعني يحصل له الايجاكيوليشن قبل ما البينس يدخل الفاجينا، بيسموها بريماتشور ايجاكيوليشن. طبعا الكلام ده تاخدوه في الاندرولوجي بقى بالتفصيل ان شاء الله سنه جايه. رابع حاجه والاخرانيه، الاقي موجود عندنا لينف فيسلز. قلت التسس ويرز شدد ارتري فين نيرف ليمفاتكس. فالليمفاتكس اسمها ايه يا اولاد؟ شويه ليمفاتكس اللي لونها اخضر. شايفين الليمفاتكس دي؟ في معلومه بمليون جنيه. ايه المعلومه دي؟ الليمفاتيك درينج بتاعت التستس بتصب في البارا وورتك ليمف نود. ايه يعني كلمه بارا اورتك؟ بارا يعني بيسايد، اورتك يعني اورطه، جنب الاورطه في ليمف نود اسمها بارا اورتك ليمف نود. فالليمفاتيك درينج بتاعت التست بتصب فيها. طبعا انا عارف ممكن الناس يتلقوا الموضوع يقول لك يا عم هو اي كلام بيتقال وخلاص. لا، الكلام مهم جدا يا اولاد، لان لو حصل كانسر في التست، تعرف يعني ايه كلمه كانسر؟ اه يعني مالجنت تشومر يا دكتور، يعني ورم خبيث يعني في التست. رغم التستس موجودة في السكروتا، يعني موجودة تحت الجلد، يعني أي ميل يقدر يحسها، إلا إن الورم يا ولاد بينتشر بسرعة ويوصل الأبدومين قبل ما الميل يبتدي يحسها. إيه ده؟ أو ماي جاد، يعني كانسر تستس أول ما يبتدي واحد يحس إن التستس بتاعته كبرت وإن فيها مشكلة، تلاقي الورم انتشر للأبدومين، يعني ابتدى في مراحل بقى متأخرة. ليه الكلام ده؟ لان يا اولاد الليمفاتيك درينج بتاعت التستس بتاعتك نفرون. فواضح ان المواضيع اللي انا قلتها، خدوا بالكم ان السبرماتيكورد ده هدف استراتيجي لينا بالنسبه على الانتشير ابدومينال وول. ده حاجه مش حاجه اي كلام كده يعني. سبرماتيكورد از فيري امبورتنت توبكس تتعلق بيه زي ما انتم شايفين امراض كثيره. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا حاسس دلوقتي ان انتم كلكم جبتوا مخدات وسراير وكلكم نمتوا. كنا ايه ده؟ ديجا فاهمه؟ ده الواحد هيعمل حفله كويس. لا لا لا، وجهاد كمان هجيب لك محمود وسلامه مع بعضهم يا جهاد. مفهوم هذا الكلام؟ شفتوا الحكمه؟ قلت لو عالج الطبيب جميع المرضى بنفس الدواء لمات معظمهم. يبقى خدوا بالكم ان الواحد اللي بيعامل الناس بيعامل كل واحد بالطريقه اللي هو يستاهلها يعني. انا عارف انتوا هتعاملوني ازاي، بالطماطم والبيض طبعا. عندنا بعد كده بقى توبيك مهم اسمها انجوينال هيرنيا. بس علشان نفهم التوبيك ده يا ولاد، عايزين بقى نركز في حاجه مهمه. ايه هي؟ موضوع اسمه انجوينال تراينجل،
او اسمه التاني هيس الباخس تراينجل. تراينجل اسمه انجوينال تراينجل او هيس الباخس تراينجل. ايه الانجوينال تراينجل ده؟ الاول بس اشرحه بسرعه كده وبعدين افهمكم بقى ايه موضوع الهرنيا اللي ان شاء الله باذن الله الدكتور ايمن الاسبوع الجاي هيقعد يشرح لكم بالتفصيل يوم الاربعاء والخميس الجاي. اللقطه دي يا اولاد دي لقطه دي اسمها ريكتس ابدومينس ماسل. ده هنا ده اسمه ريكتس ابدومينس ماسل. والارتري ده اسمه انفيريور ابيجاستريك ارتري. والليجامنت اللي موجود تحت ده اسمه انجواينال ليجامنت. التراينجل اللي موجود بين الثلاث حاجات دول اسمه انجواينال تراينجل. يبقى الانجواينال تراينجل او هس البخس تراينجل عباره عن ايه؟ الباوندرز بتاعته، ايه حدوده؟ ريكتس ابدومينس من ناحيه، انفيريور ابيجاستريك ارتري، والانجواينال ليجامنت. يبقى التراينجل ده اسمه هس البخس تراينجل. ايه اهميه التراينجل ده؟ ده مي بي سايد for direct inguinal hernia. يعني لا ده محتاجين بقى ان احنا نشرح الموضوع شويه كده ونفهم ايه اللي بيحصل يا اولاد. ركزوا بقى معايا في اللقطه دي. يعني ايه كلمه هرنيا؟ برضه باختصار شديد، هرنيا يعني الابدومينال استراكشر او الانتستين مش موجوده في مكانها الصحيح يا اولاد. لو الانتستين مش موجوده في مكانها الصحيح اسميها هرنيا. ممكن الاقيها موجوده بره الجسم في اي حته بقى، عند الامبريكاس، في الفيمورال تراينجل، في الانجواينال ريجون، في اللامبر، يبقى اسمها اكسترنال هيرنيا، هيرنيا خارجيه. وممكن تتحشر جوه الجسم، يعني انا ممكن الهيرنيا تبقى موجوده، الانتستين تبقى موجوده في مكان غلط جوه الجسم، اسمها انترنال هيرنيا، تسبب برضك مشاكل. يبقى الانتستين لو موجوده في مكان غلط اسميها هيرنيا. تركيبة الهرنيا ايه؟ ده موضوع يعني بيوند اللي هو المحاضرة بتاعتنا، ده إن شاء الله الدكتور أيمن بقى يشرح لكم بالتفصيل إنها مكونة من نيك وفندس وبادي كويس أند سو أون، ده موضوعنا خالص. لا هرنيا مش البواسير يا دكتور، البواسير اللي هي بايلز. هرنيا اللي هو الفتق، البواسير اللي هي البايلز. البواسير اللي هي معناها شوية بيز بتطلع من الإينس من فتحة الشرج وتعمل دم. فده موضوع وده موضوع. ايه الانجواينال هرنيا يا اولاد بقى؟ ركزوا معايا وركزوا على الصوره دي. دي صوره للانجواينال كانال مكون من ديب رينج انجواينال كانال سوبرفيشال رينج. الانتستين لو دخلت عن طريق الديب رينج ومشيت في الانجواينال كانال وطلعت عن طريق السوبرفيشال رينج اسميها اندايركت انجواينال هرنيا او اوبليك انجواينال هرنيا. يبقى خدوا نمره واحد ديب رينج. عند الكلمه دي حطوا 100 هايلايتر، مش حط هايلايتر واحد. اللي تدخل عن طريق ديب رينج يا اولاد يبقى اسمها ايه؟ اندايركت اوبليك مايله. لكن بعد كده مشيت في الانجواينال كانال وطلعت عن طريق سوبرفيشال رينج ووصلت طلعت الروتم، ده حشو حديث تكمله الكلام. امال الدايركت عملت ايه بقى؟ الدايركت بصوا على الصوره اللي جنبيها، ما دخلتش عن طريق الديب رينج، دخلت عن طريق البوستيريور وول ومشيت في الانجواينال كانال ووصلت لغايه السوبرفيشال رينج وبعدين وقفت. ايه ده؟ يبقى ايه الفرق بين كلمه دايركت واندايركت انجواينال هرنيا يا اولاد؟ الاندايركت دخلت عن طريق الديب رينج، لكن الدايركت دخلت عن طريق البوستيريور وول. ايه البوستيريور وول اوف انجواينال كانال؟ اللي هو الفاشيا ترانسفيرسالس يعني. يبقى لو دخلت عن طريق الديب رينج دي اسمها اندايركت، لو دخلت عن طريق البوستيريور وول اسمها دايركت. اللي دخلت عن طريق الديب رينج يبقى اندايركت. شوف انا عاد بركز على المعلومه قد ايه، وبعدين هتيجي في الامتحان وجودي برضك هتخلط فيها كالمعتاد. يبقى اللي دخلت عن طريق الديب رينج اندايركت، اما اللي دخلت عن طريق البوستيريور وول دايركت. لكن بعد كده مشوا في الانجواينال كانال طلعت عن طريق سوبرفيشال رينج، دي التكمله الطبيعيه خالص يا اولاد. ركزوا بقى معايا المعلومه اللي هقولها دي مهمه. يبقى لو دخلت عن طريق الديب رينج ومشيت في الانجواينال كانال وطلعت عن طريق سوبرفيشال رينج اسمها اندايركت. اما لو دخلت عن طريق البوستيريور وول، لو دخلت عن طريق البوستيريور وول الفاشيا ترانسفيرسالس يا اولاد يعني هتبقى موجوده في الانجواينال تراينجل.
اوه ماي جاد، المعلومه اللي هقولها الجايه دي معلومه بمليون ريال. المعلومه دي لازم تيجي في كل امتحان. ازاي الدكتور يفرق بين الدايركت والاندايركت؟ بيفرق عن طريقهم بارتري اسمه انفيريور ابيجاستريك ارتري. الجراح داخل يا اولاد وبيبص عايز يعرف دي دايركت ولا اندايركت. هي تفرق بالنسبه له؟ تفرق بالنسبه له السما من العمى. العمليه تفرق بالنسبه لي يا اولاد. المصريين يقولوا كده، الباب اللي يجي لك منه الريح سد ولا استريح. يعني انا اعرف المصيبه بتاعتي جايه منين اسدها. لو المصيبه جايه من الجيب رينج اقفل الجيب رينج. لو المصيبه جايه من الفاشيه ترانزفيرزاليس اقفل الفاشيه ترانزفيرزاليس. طب انا هعرف ازاي ان هو دايركت ولا اندايركت؟ عن طريق الانفيريور بيجاستريك ارتري. لو لقيت الانتست موجوده لاترال للارتري يبقى اندايركت. اما لو لقيت الانتست موجوده ميديا للارتري تبقى دايركت. يبقى في الجراحات الارتري اللي دي ماركيتس، شايفين كلمه دي ماركيتس؟ يعني بيحدد يفصل يقول لي يا دكتور دي دايركت ولا اندايركت الانفيريور بيجاستريك ارتري. لان الانتستين اللي بتدخل عن طريق الديب رينج اسمها اندايركت، اما الانتستين اللي بتدخل عن طريق الفاشيا ترانسفيرزاليس اسمها دايركت. يبقى الارتري اللي هيحسم لي الموضوع في الجراحه وقت ما انا بفتح كدكتور ويقول لي دي دايركت ولا اندايركت انجواينال هرنيا، الارتري ده هو الانفيريور بيجاستريك ارتري. الكلام اللي انا قلته يستر بماء الذهب يا اولاد. طبعا انا عارف ان الدكتور كويس ايمن الاربع والخميس جايين هيقول مقال ملك في الخمر، يعني هيقول لكم في الهرنيا شيء وشويات. يبقى دي لقطه للدايركت انجواينال هرنيا ودي لقطه للاندايركت انجواينال هرنيا. قبل ما اسيبكم خلاص، انا عارف ان انتوا كرهتوني خلاص، حتى كويس طفطف بتقول لي لا يا طفطف طلعت يا طفطف اوت. الاندايركت هرنيا لاترال للارتري، الدايركت هرنيا ميديال للارتري. طلعت يا طفطفتي وحشه النهارده، انا مخصمك مش هديلك بونبونيه المره الجايه، هاخد منك شوكولاته. طيب عندنا قبل ما اخلص دي دي طفطف الثانيه. طيب يبقى دي طفطوفه، يبقى في طفطف وطفطوفه. طفطوفه بقى تبقى تعرفني على نفسها المره الجايه علشان هيبقى دلع بتاعها طفطوفه، لكن شيء طفطف. اوكي عندنا هنا بقى في حاجة عايز أقولها قبل ما أخلص كلامي، اسمها فيمورال هيرنيا. إيه فيمورال هيرنيا دي؟ دي انتستن تدخل عن طريق رينج اسمه فيمورال رينج، وتمشي كنال اسمها فيمورال كنال، وتعدي عن طريق أوبنج اسمه سافينس أوبنج، وتبقى موجودة في الثاي. اسمها فيمورال هيرنيا، وصلت للثاي. ممكن تتلخبط يا ولاد الفيمورال هيرنيا من انجواينال هيرنيا. شايفين اللي أنا راسمها دي؟ دي انجواينال هيرنيا. دخلت عن طريق الديب رينج مشيت في الانجواينال كانال، طلعت عن طريق السوبرفيشال رينج اسمها انجواينال هرنيا. لكن الهرنيا اللي تدخل عن طريق الفيمورال رينج فيمورال كانال توصل للثاي يبقى اسمها فيمورال هرنيا. زي ما انتم شايفين قريبين جدا من بعضيهم ويتلخبطوا، وتفرق كتير قوي يا اولاد فيمورال هرنيا عن انجواينال هرنيا. يبقى ايه الفرق الموجود ما بينهم؟ يبقى الفرق الموجود ما بينهم بالنسبه لي الانجواينال ليجامنت. الهرنيا اللي موجوده فوق الانجواينال ليجامنت انجواينال، لكن الهرنيا اللي موجود تحت الانجواينال ليجامنت تبقى فيمورال هرنيا. في فرق مهم لازم نعرفه، ايه هي؟ الانجواينال هرنيا يا اولاد كومن ان ميل. يعني لو انا جايب ميل وفي ميل، مين الكومن فيه؟ الكومن لو انا بقارن ميل وفي ميل بعيد عنكم، يعني اتعاملت في دماغي وقاعد بقارن ميل وفي ميل، لو بقارن ميل وفي ميل يا اولاد الانجواينال هيرنيا هتبقى كومن، مفهوم؟ والفيمورال هيرنيا هتبقى كومن ان في ميل. انجواينال هيرنيا كومن ان ميل، والفيمورال هيرنيا كومن ان في ميل. ده لو بقارن راجل وست يعني. ليه؟ انجواينال هيرنيا كومن ان ميل لان الانجواينال كانال اوسع. والفيمورال هيرنيا كومن ان فيميل ليه؟ لان البلفس اوسع، لان المفترض ان البلفس ان الفيميل هتتجوز وهتحمل وهتخلف. انا بقول مفترض يعني، الله اعلم ايه اللي هيحصل يعني، ما بتكلمش عليكم يعني، ما بفولش حاجه والله يعني. لكن عايزين نعرف يعني كويس ان في فيميل كتيره يعني
ما علينا مش عايزين نتكلم في السياسه. يبقى عندنا هنا يبقى باختصار يبقى الانجوينال هيرنيا مور كومن ان ميل. ليه؟ لان الكنال اوسع بيعدي في السبرماتيك كورد. طب والفيمورال هيرنيا مور كومن ان فيميل عن الميل. ليه؟ علشان البيبس اوسع. بس على فكره ان جنرال يعني بقى المعلومه دي بقى ان جنرال ايه الكومنست؟ الكومنست سواء ميل او فيميل الانجوينال هيرنيا الاندايركت انجوينال هيرنيا الكومنست. يعني انا لو جايب بقى ستات في بعضيهم بقى طلعنا الميل لعبه خالص الميل طلعوا جبنا 10 ستات جالهم هيرنيا هتلاقوا سبعه جالهم اندايركت انجوينال هيرنيا وثلاثه جالهم فيمورال هيرنيا. يبقى خدوا بالكم لو بقارن الستات ببعضيهم لا الانجوينال هيرنيا طبعا هي الاكثر طبعا. لكن لو بقارن الستات برجاله يعني جينا كده الستات ورجاله مين اللي بيحصل فيها الفيمورال هيرنيا اكتر ومين اللي بيحصل فيها الانجوينال هيرنيا اكتر؟ هتلاقي الانجوينال هيرنيا اكتر ان ميل مقارنه بالفيميل والفيمورال هيرنيا اكتر في الفيميل مقارنه بالميل. لكن لو بقارن ستات بيور جايب 100 ست هلاقي 70 ست عندهم انجوينال هيرنيا اندايركت و30 عندهم فيمورال هيرنيا. عموما ده موضوع الدكتور ايمن هيتكلم فيه كويس بالتفصيل الممل السخيف. اي هوب ان احنا نكون استوعبنا الكلام ده. هيفضل لنا ان شاء الله باذن الله موضوع انا ماجله الاسبوع الجاي عشان المعلومات كانت كتير قوي اسمه ريكتاس شيس. فريكتاس شيس ده ان شاء الله باذن الله نقسمه هو تقريبا سلايد او اتنين بس شرح هناخده ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي كويس مع بعضينا. لو احنا عملنا ريفرشمنت سريع كده وسالنا شويه اسئله ونفسي اي حد يجاوب. Which of the following arteries is used to demarcate or to characterize inguinal hernia direct to indirect? ايه رايكم؟ يبقى اللي في الريبجاستريك artery. The neck of direct inguinal hernia. Neck يعني البدايه. The neck of direct inguinal hernia. بدايه الانجوينال هرنيا. اللي قال لي ايه ده محتاج جايزه نوبل للسلام طبعا. اللي قال ايه ده لازم اقتله. الدايركت انجوينال هرنيا بدايتها فين؟ الاندايركت كان بدايتها الديب رينج. لكن الدايركت فاشيا ترانزفيرزاليس اللي هو الانجوينال تريانجل اللي هو الهس البخس تريانجل. يبقى خد بالكم تفرق قوي بدايه الهرنيا. بدايه الهرنيا بيسموها في الطب النك بدايه الهرنيا. الاندايركت هي الديب رينج. الدايركت اللي هو الانجوينال تريانجل او الهس البخس تريانجل. ثانك يو اي هوب ان انتوا تكونوا فهمتوا الموضوع.